شفنا الهاجس الطبي وطمنا عليه وعلى حالة اللعيبة على كل الإجراءات الاحترازية من خلال الدكتور محمد شوقي، لكن كلام ميدو يبقى الهاجس بتاع تحكيمي. التحكيم مش الهاجس اللي حتى نور وأشار إليه رئيس نادي الوداد في حديثه بعد ماتش الترجي. طب نشوف أحمد حسام ميدو وهو بيسجل انطباعه أيضا عن حالة القلق اللي ممكن تبقى موجودة. قلقان جدا ان ممكن يكون في حاله موجوده داخل الاتحاد الافريقي لتعويض الوداد بالذات ان هم عن بطوله الموسم الماضي طبعا، والمشكله الكبيره اللي حصلت ما بين الوداد والترجي وما بين الاتحاد الافريقي وما بين الوداد المغربي. اتمنى ان ما يكونش في محاوله تعويض عن بطوله الموسم الماضي خاصه للوداد. طبعا الوداد هيكون في طرف مباراه للنادي الاهلي، النادي الاهلي لازم بالذات لازم ياخدوا بالهم جدا جدا من الاداء التحكيمي. لازم النادي الاهلي يحاول يحط ضغوط كبيره على الاتحاد الافريقي ان يبقى فيه مراقبه ومراقبه كبيره جدا على اداء الحكم في مباراه الوداد والاهلي. لان انا بقول لكم ان شعوري ممكن اكون غلط، لكن عندي شعور كبير جدا ان في محاوله لتعويض الوداد بالذات نادي الوداد عن الكارثة اللي حصلت معاهم برضو الموسم الماضي. الوداد اتظلم بشكل كبير جدا امام الترجي في الموسم الماضي في مباراته امام الترجي في النهائي. تاني بقول لكم الكلام ده لان في حاجات انا ما عنديش معلومات، لكن في حاجات ببقى حاسسها ان ممكن يبقى في ترتيب معين ان الوداد السنه دي يتم تعويضه عن البطوله اللي خسرها في الموسم الماضي. طبعا الناس في المغرب ممكن تهاجمني، تطلع تهاجم ميدو ان الكلام ده ما بيحصلش بتاع. لا، الكلام ده في الكره الافريقيه بيحصل، والكلام ده في الكره الافريقيه شفناه، وفي حكام اتمسكت في تاريخ الكره الافريقيه بفساد كبير جدا، والاتحاد الافريقي هو اللي عاقبهم، والاتحاد الدولي هو اللي عاقبهم. شوف ميدو، انا قلت لك لما عرضنا الفيديو بتاع رئيس نادي الوداد السنه اللي فاتت او الموسم الماضي، مع قلت لك انا مخاوفي، اتفق معايا ميدو من هذه المخاوف. ليس لها علاقه بالعلاقات الطيبه اللي بيننا وبين الاشقاء المغاربه، هم عايزين مصلحة فرقتهم واحنا برضو بنحاول نحافظ على مصالحنا. ما العلاقة كويسة بين الوداد والترجي. ومع هذا حصل مشاكل تحكيم. واحنا والترجي يعني، انما في 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 المنافسة بتبقى هناك علامات استفهام نتيجة مواقف بتقول لك بتخلق عندك هاجس. اتفق مع ميدو في هذا، وانا اناشد الاتحاد الافريقي الا يحدث الا الفير بلاي، وان الحكم ملوش دعوه باي حاجه غير انه يدي لكل ذي حق حقه باذن الله وخلاص، هي كده. لان الحقيقه الامور احنا 4-5 سنين دلوقتي بيتعمل فينا هذه التصرفات. للاسف ده حصل 5-6 القاب للاهلي ضاعت بسبب حكام، منهم اللي راح السجن ومنهم اللي راح فدايه ومنهم اللي اتشطب، وبقيت كل هذه الشواهد ماثله وحاضره على ما تردت إليه الكرة الأفريقية في سنوات بعيدة.